وادي معروف يلعب كرة أمامية جوه ال 18 بيحاول باسم تشتيت من دفاعات أنيمبا يجيبها حفني ومطالبة بضرب الجزاء لنادي الزمالك أيمن حفني ينجح في الحصول على ضرب الجزاء ضغط على مدافع أنيمبا يسدد حفني والكرة ولمسة يد واضحة من مدافع فريق أنيمبا وضرب الجزاء لنادي الزمالك كل التوفيق لباسم مرسي آدي لمسة اليد لمسة اليد واضحة حكم اللقاء قريب ويحتسب ضرب الجزاء للزمالك باسم مرسي على تنفيذ ضربة الجزاء مع منتخب مصر لباسم مرسي منهم هاتريك في مرمى تشاد كان سجل هدف الفوز على أنيمبا في مباراة الجولة الأولى هناك تشجيعه مؤازرة ضرب الجزاء للزمالك دي 62 الآن مدافع أنيمبا تلقى العلاج بعض اللقطات وردود الأفعال خلال أحداث اللقاء السادسة الزمالك شعار جماهير الفارس الأبيض في إشارة إلى فوز النادي بخمس ألقاب سابقة لدوري أبطال أفريقيا مدافع أنيمبا إلى خارج الملعب لاستكمال العلاج وسيو فليس يحاول التأثير على أعصاب باسم مرسي يا رب باسم مرسي على تنفيذ ضربة الجزاء ومواجهة ثنائية بينه وبين سيو فليس بيركز باسم باسم مرسي يسدد نجم الشباك الزملكاوي في الفترة الأخيرة يحرز هدف غالي في مرمى أنيمبا من ضرب الجزاء في الدقيقة 62 أول أهداف الفارس الأبيض يحرزه باسم مرسي من ضرب الجزاء فرحة كبيرة في مدرجات ملعب بيتروسبورغ لما لا والزمالك يقترب بإذن الله تعالى من التأهل إلى نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد غياب 11 سنة باسم مرسي لعبها حلو باسم مرسي على يسار الحارس سيو فليس معلنا عن اول اهداف هذا اللقاء تختلف بقى المباراه اسمعها مني عزيزي المشاهد هتختلف المباراه تماما لابد لأنيمبا ان يتخلى عن الحظر الدفاعي وبالتالي ستتواجد المساحات في الدفاعات النيجيريه لاعبي نادي الزمالك قادرين على استغلال هذه المساحات